مرحبا فيكم في ترند. تداول عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم مقطع فيديو للشاب السعودي محمد العليط اللي قدر ينقذ حياة العشرات من المواطنين في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بعد ما لاحظ نشوب حريق في سيارة كانت توقف أمام مبنى سكني. بعدها اتخذ القرار الشجاع بسحب السيارة إلى منطقة بعيدة عن المبنى قبل انفجارها بدقائق. وقال العليط في تصريحات إعلامية أن النيران المشتعلة بالسيارة كادت تشعل السيارات الخمس الواقفة بجوارها، وفي نفس الوقت فكرت في سكان المبنى أن ما يصيبهم أي مكروه. كثرة التعليقات على دوره البطولي، وهو بالفعل مثال للشاب السعودي الشجاع، كفو عليه. تفاعلت العديد من المواقع الإخبارية السعودية مع مجموعة صور للمصور السعودي عبد الله الشهري اللي يحرص بإبداعه على التعريف بالثقافة السعودية من خلال جلسات تصوير المشاهير من العرب وغير العرب، ودعوة للأجانب لارتداء الثوب والعقال السعودي انطلاقا من إيمانه بأن التصوير فن يمكن أن يجمع بين الثقافات المختلفة في لقطة. وقدر عبد الله أنه يأسس له استوديو خاص فيه عام 2011، والتقطت عدسته صور لمجموعة كبيرة من المشاهير مثل عبد الله عبادي الجوهر ونجوم الكرة ليون ميسي وفرانسيسكو تشوني وياسر القحطاني. أطلقت شركة الطيران اليابانية سكاي مارك طائرة جديدة تحمل طابع شخصية بوكيمون الكرتونية الشهيرة بيكاتشو للترحيب بعودة السفر مجدداً بطريقة مميزة بعد توقف لمدة طويلة بسبب جائحة كورونا. طفل بريطاني عمره 3 شهور تحول لنجم عبر منصات السوشيال ميديا بسبب التشابه الكبير بينه وبين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ومو بس يشابه بالشكل مثل ما قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل حتى بقصة شعره ولونه الأشقر. وتقول أمه: ما أقدر أطلع من البيت مع ولدي لأن الكل يبي يصور معاه، وأنا مستغربة من لون شعره اللي أبدا ما يشبه لون شعري وشعر زوجي. حاولت امرأة أمريكية سحب $20 من حسابها البنكي، واكتشفت عقبها أنها صارت مليارديرة لأن في جهة حولت لها مبلغ يقارب $1 مليار عن طريق الخطأ. وتقول: أصبت بالرعب لأني ما شاركت في أي نصيب وما عندي مصدر دخل ثاني يبرر ثروتي اللي وصلت لها، واتصلت حق البنك وما حد رد علي. وقالت: أحس بالحزن لأني أكيد برجع المبلغ لصاحبه في الأخير. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. قبل لا نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV & Radio. مع السلامة.